توقعات زيادة أو نقصان الفايدة الأمريكية. خلينا الأول بس قبل ما نقول توقعاتنا، إحنا عارفين إن يوم 14 12 هيكون اجتماع الفيدرالي الأمريكي وهيتحدد فيه نسبة الفايدة سواء بالزيادة أو النقصان، وده الاجتماع على فكرة رقم 8 للفيدرالي الأمريكي خلال سنة 2022، اللي بدأ فيه أول اجتماع يوم 26/1 وكان تاني اجتماع يوم 16/3 بدأ معاه مهرجان زيادة الفايدة الأمريكية اللي كلنا شفناه، اللي بدأ تقريبا السنة كانت الفايدة 0.25% وانتهت يوم 2/11 اللي فات 4%، ولسه في كمان اجتماع يوم 14. طيب توقعاتنا بقى بتقول ايه؟ توقعاتنا بتقول ان الفايدة هتزيد بنسبة 0.5%، يعني تقريبا كده هنقفل السنة ب 4.5% فايدة الأمريكية. طيب وده ليه؟ ده لأن معدلات تضخم الأمريكية في اجتماع 13/12 ما زادتش بالشكل الكبير أو الشكل اللي الناس والاقتصاديين كانوا متوقعينه، واللي كان هيأثر ساعتها دايركتلي على الفايدة اللي كانت ساعتها ممكن توصل لأكتر من 0.5%. وطبعا ده كان ليه مردود عن الدولار اللي نزل بنسبة 1.5% قصاد عملات تانية أجنبية كتير زي اليورو مثلا، وده أول ما بس تم الإعلان عن معدل التضخم. ليه؟ لأن كل الناس متوقعة زيادة طفيفة جدا في سعر الفايدة، فكله بقى بيدور دلوقتي على طرق استثمار تانية غير الدولار. وطبعا بالتبعية ده أثر على سعر الذهب اللي زاد بأكتر من 2.25%، وبقى سعر الأونصة الواحدة 1832 دولار تقريبا. ليه؟ لأن زي ما قلنا الناس كلها بدل ما أنا كنت بانفست في الدولار أو بستثمر في الدولار، فكله تقريبا راح حط إن هو يسيب نفسه يحط في الذهب، تمام كده؟ وعلى فكرة كمان زادت العقود الفورية أو العقود الفورية ب 2%، وبقى سعرها 1818 دولار تقريبا للوقية الواحدة. طيب ده هيأثر علينا ازاي؟ وده سؤال مهم. هنشوف تأثير مباشر على كل العالم خصوصا الدول النامية اللي هي زي مصر، وبالتالي معظم كمان البنوك المركزية في العالم، ودايما بيكون يعني بياخد الانشيتيف او اولهم دول الخليج، على طول هنشوف زيادات في سعر الفايدة او معدلات الفايدة. ليه؟ حفاظا طبعا على رؤوس الاموال والاستثمارات اللي موجودة في الدولة. زي ما احنا عارفين ان اجتماع صندوق النقد الدولي هيكون يوم 16/12، فبنتوقع ان هيكون في اجتماع استثنائي للبنك المركزي كخطوه استباقيه يوم 15/12 اللي هو يوم الخميس، يعني بتحرير كامل لسعر الجنيه. تاني هيتم تحرير، وده توقع وارد يبقى صح وارد يبقى غلط، تحرير كامل لسعر الجنيه، لان ده من اهم شروط البنك المركزي علشان نقدر ناخد الكارد بتاعنا. طيب السؤال برضو الاهم، طب احنا دلوقتي او انت كمواطن نعمل ايه؟ دايركتلي تيك اكشن، خد اكشن على طول، ما تفضلش مستني وواقف ومحتار يا ترى اسعارها هتزيد الاسعار هتقل. كل المؤشرات بتقول ان الاسعار هتزيد، فبالتالي اللي محتاج مثلا يشتري سواء اجهزه كهربائيه سواء موبايلات سواء بقى فرنتشر او اساس سواء ريل استيت عقارات، خد اكشن سريع، خد اكشن دايركتلي. اتمنى اكون قدرت اوضح الصوره بشكل كامل. شكرا.